الجايه دي هتحمل يعني صعوبات الى حد ما، يعني هنتكلم على الترجي، مباراتين مع الترجي ذهابا وايابا، والترجي برضو من الفرق الثقيله اللي ليها تاريخ ومن الفرق اللي دايما بتتالق لما القدر بيجمعها في مباراه واحده مع النادي الاهلي. الكلام اللي حضرتك قلته كله مطمئن الحقيقه، وخصوصا جزئيه ان احنا مش هنحس بدروب نتيجه غياب اي اسم من الاسماء الكبيره. حصل تغيير في الاداء، خد بالك، يعني انت خدت بطوله باداء مقنع ده ما كانش موجود عندي الفتره اللي فاتت. لا بس اللي عايز اقوله لك برضو ان الترجي من الفرق اللي بتحجر جامد مع النادي الاهلي، يعني الطمأنينة اللي حضرتك بتتكلم بيها فيما يتعلق بالنادي الاهلي وادائه واعتماده على روتيشن ما بين لاعبين كلهم مؤهلين. الخصم بقى اخباره ايه؟ الخصم طلع قال لك انا مش شايف الاهلي في حالته الجيده، وانا بحب ان الخصم يتكلم كده. انا كل المباريات اللي الخصم اتكلم فيها كده احنا فزنا بيها. كل مره بيطلعوا يتكلموا عنك كده انت كالم، يعني انت هادي وانت بتشتغل مالكش دعوه بحد، بنتكلم ونسلم بعد الماتش، يعني انا ما صحيح. فما تقلقش، لان كل واحد بيشوفك من زاويته هو اللي عايز يشوفك بيها بعينيه، هو عايز يشوفني ان انا اقل. اوكي انزل ملعب واقع تاني خالص، واقع مرير، انت هتحاول وتخش وتلاقي الدنيا مقفله، وبعدين لما بنفرد احنا اللي احنا بقول لك عليه ده بتتخطف، تلاقي نفسك مخطوف جون، تلاقي نفسك عندك لعيبه بتلعب فرق زي النادي الاهلي، بتعرف تشوط، بتعرف تباصي، بتعرف تدافع، بتعرف تغير، عندهم دكه كويسه جدا، عندهم لعيبه زي بعض. لسه ما جبناش سيره وليد سليمان، ان شاء الله لما بدنيا لما يخش طبعًا كمان ده طبعًا. هو محترف فرق تونس، يعني تبقى بديك بس الميموري، وشارك كمان في السبع نشاط لك على الترجي قبل نشاط لك واحد بعيد عن الصوره دلوقتي كمان يعني طبعًا. فهم خليهم يتكلموا زي ما هم يتكلموا، بس احنا بنحترم الاخرين، يعني احنا دايما بنحترم. كل ما بتحترم الفرقه اللي انت بتلعبها بيبقى ليك حاله تفوق. الفكره بس ان احنا هل نثق، يعني لما بنرجع كده لتاريخ مشاركات الاهلي مع الترجي مثلا في سبع مرات، هتحط رجل على رجل هتحط رجل على رجل لو ما انا بتكلم بالارقام يعني بس سبع مرات والترجي فاز ثلاثه وفي ثمانيه تعادل. لا ده احنا على طول فرادس لو تفتكر، هل ده لوحده مطابق؟ صفاقسي والترجي يعني احنا بس بتبقى في عوامل خارجيه ليك انت بيحصل لك فيها اخفاق تحكيميا بقى حاجات كده، مع يعني انت عشان بتخسر بتخسر بفعل فاعل يعني. صح يعني احنا كمستوى هنقارن، احنا افضل بكتير يعني، ما مش ماتش اللي هو ما نقلقش، احنا كده كده دايما بنعمل حساب للخصم، ولكن مش الماتش اللي هو مقلق بالنسبه لنا. انا دي وجهه نظري يعني بتاريخ الترجي والاهلي، يعني حضرتك تقول لنا انا هكلمك بلغه البورصه، احنا دلوقتي بالارقام كلام بالارقام احنا دلوقتي شايفين شكل لينا، واقفين على حيلنا في الملعب الحمد لله، وكل يوم بيرجع لنا لعيبه احنا محتاجينها. لما بيجي لك القوام الاساسي بتاعك انت تقدر تعمل انت عايزه، كله اللي هيعمل حسابك، كله اللي هيقول لك الله لا ده مش هم دول اللي انا شفتهم من اسبوعين ثلاثه، زي الشوط الثاني بتاع نادي البركان طبعا. لا ده مش لا لا انت لما بتاخد الكوره وبتعدي نص الملعب الخوف بيدب في اي فرقه، لما بتضغط على اي فرقه عندك من الحرفيه ومن الفرديات انك انت تترجم اهداف. ايوه طاهر محمد طاهر بيفاجئك بشوطه في سان داونز، محمد شريف بيفاجئك في نهضة بركان، صلاح محمد صلاح نزل جاب جولين في هنا وهنا موديك، يعني ولد صغير وعنده بروميسنج بياخد الثقه، فهي كل الحكايه.